كابتن بلال، طبعا مباراة كنا نتمناها طبعا عكس ذلك في النتيجة طبعا، ولكن من وجهة نظرك ايه الأسباب في الهزيمة 2-0 من بالميراس؟ بص يا كابتن، الأسباب وضحت في الماتش نفسه، يعني الأسباب احنا شفناها في الماتش نفسه. فرق كبير جدا من يبقى عندك جرأة هجومية وبتشتغل بالشكل المطلوب اللي كان لازم تبتدي بيه، وبين انت نازل بتدافع بتلعب بسيستم وطريقه لعب مختلفه عن طريقتك وادائك. يعني زي ما اتكلمنا وقلنا الشوط الاول وقلنا قبل بدايه المباراه، اللعيبه لا تناسب الطريقه. النهارده لعيبه النادي الاهلي توظيفهم داخل الملعب لا يناسب طريقه اللعب اللي انت بتلعب بيها 4-3-4-3 خالص على الاطلاق، ولا يناسب الخصم اللي انت بتلعب بيه. لما عدلت في طريقه اللعب، لما عدلت في اللعيبه البوزيشنز بتاعت اللعيبه الشوط الثاني، ابتدينا نشوف شكل مختلف لاداء النادي الاهلي. انا اتفق مع كابتن عادل ان هو خلاص بالميراس خلاص، هو خلاص 2-0 وهيدافع ومش عايز بقى خلاص يلتحم ويجري ويروح اتفق معاه، ولكن انت ممكن تبقى كده، بس انت كنادي اهلي اظهرت ان عندك امكانيات وقدرات، وكان ممكن في وقت من الوقت انك تسجل هدف. كره وليد سليمان وحمدي فتحي وكره قبليها وكره محمد شريف. بص يا كابتن، حضرتك اتكلمت عن البدايه، لو بصينا على الشاشه مع حضرتك هنلاقي البدايه انت عامل تقريبا تنظيم دفاعي جاي. لا كويس؟ اوكي تمام ماشي. حضرتك بتتكلم بقى أنا على انا بس لازم اوضح فرق صغير ما بين التكتل الدفاعي والتنظيم الدفاعي. انت متكتل دفاعي لكن انت مش منظم. انت يا كابتن لما بتبقى منظم دفاعيا يبقى لازم انت بتفكر في التحول، النقل. يعني في النقل، مين هيعمل لك النقل هنا في الحته دي؟ مفيش حد يقدر يعمل النقل. لو كره اتقطعت، لما تقطع الكوره هنا في نص ملعبك ما تقدرش تعمل النقل، لان الجناحين عندك ما عندهمش السرعات الكافيه ان هم حتى يعني شفنا محاولتين ديانج ولا ده اسمه تكتل دفاعي. بتلعب عشان خاطر الفرقه اللي قدامك، ما تقدرش تخترق دفاعاتك. انت نجحت في الكلام ده بشكل كويس، انك تعمل تكتل دفاعي، لكن التحول نفسه ما حصلش في الشوط الاول، ولا باستثناء مره واحده تجاه ناحيه علي معلول اللي كان فيها سرعه وعملت الكره بالعرض وكان ممكن تمام يبقى ليك خطوره فيها الشوط الاول. انا عايز اقول ان الانديه الكبيره اللي زي النادي الاهلي لازم يبقى ليك انياب هجوميه في الماتش. ما ينفعش تبتدي المباراه وتخرج منها وانت ما عندكش فرص حقيقيه للتسجيل. ممكن ما تسجلش، ممكن، وارد في كره القدم التوفيق وعدم التوفيق وارد بشكل كبير، لكن كون انك ما تحققش فرص حقيقيه او ما تصنعش فرص حقيقيه للتسجيل ده مش وارد لفرقه كبيره زي فرقه النادي الاهلي. تعرفش تتفرج على الفرقه الثانيه الشوط الثاني لما عملت التحول. الشوط الثاني لما عملت التحول يا كابتن شريف تمام، ونزل محمد شريف لعيب سريع وعلى اطراف الملعب اثنين لعيب عندهم سرعات، ورجعت مجدي قفشه تحت وضغط عبد القادر لعيب عنده مهاره، ابتديت شكل هجومي صحيح، ابتديت تلعب من على الاطراف. وما زلت بقول برضو الاهلي ينقصه راس حربة رقم 9 مان تارجت عشان الكرات العرضيه. النهارده هو ماتش الكرات العرضيه ليه؟ لان انت النهارده محمد شريف متساوي في السرعه مع الـ مع الـ مع الـ مع السنتر باكس الاثنين بتوع بالميراس. انت بقى محتاج ايه؟ محتاج انك تلعب من على اطراف الملعب، محتاج انك تلعب كره عرضيه. وده حل، بيبقى حل سحري في اوقات كتيره جدا من المباراه. فانت ينقصك راس حربة بيعرف يلعب بدماغه داخل ال 18 في اوقات يا اما فيها تكتل دفاعي يا اما مع فرق عندها سرعات في الحته الدفاعيه. النهارده في سرعات في الحته الدفاعيه، في سرعات كبيره جدا جدا. فالنهارده فرق السرعه مش لصالح محمد شريف، لصالح لعيبه بالميراس. فالنهارده ممكن تتجه او اتجهت فعلا بالفعل لثلاث اربع كرات عرضيه، بس ما كانتش من نصيبك لان ما عندكش المان تارجت بتاعك اللي بيجيل اللاعب داخل ال 18 الكره بالدماغ براسه، بيلعب براسه كويس. يعني شريف ما مش مميز في الحته دي، فلازم شريف يشتغل على الحته دي بشكل كبير وبشكل مكثف، عشان في المباريات اللي فيها تكتل او فيها سرعات لازم يكون لنا حلول. لان انت عندك ما شاء الله علي معلول بيعمل كروسات رائعه النهارده، محمد داني يعني لعيب جيد بيعرف يعمل صحيح. سرعات بيعرف يعمل كروسات كويسه في بعض الاوقات. النهارده كان ممكن يكون لك حلول كتيره من العرضيات، بس للاسف انت بتصنع العرضيه لكن ما فيش النهارده واحده وليد سليمان لما خطف حطها في العرض. انما لو بتشتغل على دي كتير، محمد هاني ومن بعيد حط واحده في محمد هاني لما كمل كمان ودخل ال 18 يعني في الكوره اللي شاطها. بلال المكسب بتاعنا عشان المباراه الجايه، يعني من كلام بلال اضيف يعني حته صغيره، ضغطك على المنافس من قدام ما بتنزلش لغايه نص ملعبك. ده بعد الجول الثاني، بعد او في نص الشوط الثاني بالتغييرات اللي انت عملتها الهجوميه، الضغط اللي عملته على الفرقه دي لازم تبتدي كده المباراه الجايه.
لازم يبقى لك انت الوجود وانت الانياب بتاعتك انك انت في الناحيه الثانيه اللي تقدر تجيب جول. أيوة. انما انت هتبدي من تحت خالص وما عندكش اي عمق هناك الناحيه الثانيه مش هينفع. بص يا كابتن شريف كمان انت لازم تبني للماتش اللي جاي طبعا. لازم تاخد من اخطاء الماتش ده عشان تشتغل على الماتش اللي جاي. الماتش الجاي صعب مش سهل طبعا. تمام سواء اذا كان هتلعب تشيلسي او هتلعب الهلال الفرقتين يعني مستوى عالي. ايه مستوى عالي جدا. نفس الاثنين زرق مستوى. انت هتلعب يعني الهلال اعتقد ان هو دعم بشكل كويس دعم فريقه بشكل كويس صحيح بارقام كبيره جدا عشان الدوري السعودي ثمان محترفين فرقه الهلال فرقه كبيره طبعا فرقه كبيره طبعًا. بطل اسيا طبعا بتتكلم على فرقه كبيره يعني وصلت البطوله دي بشكل كبير طبعا فرقه كبيره جدا. فانت لازم تحضر الماتش الجاي عشان تحضر الماتش اللي جاي لازم اشوف اخطائي ايه النهارده عشان ما اكررش الاخطاء المباراه اللي جايه.